مصطفى معاكم زي كل يوم تلات وكل يوم خميس والراديو بيضحك على الراديو 90 90. ويلا بينا نشهيص الشهيصة. منورونا دلوقتي في استوديو النجمه الجميله جدا ميرنا وليد. منورونا يا ميرنا. الله يخليكي. ميرسي ليكي. عايزه ابارك لك اول حاجه طبعا على نجاح قيد عائلي. مبسوطين جدا بعودتك. بس ايه الغيبه الطويله دي؟ بصي انا عشت طول عمري حلمي اعمل عيله حلوه. ده كان من اولوياتي. يمكن ما كنتش مهتمه قوي بالشغل على قد ما كان ده بالنسبه لي اهم، لانه يمكن عشان اشتغلت وانا صغيره فما كانش عندي حاجه يعني نفسي اوصل لها، فلقيت الناس مش ناسياني خالص الحمد لله. تصدقيني ده اكتر حاجه شجعتني واكتر حاجه حسيتني انه ما تقلقيش الشغل جاي جاي وهترجعي. والحمد لله بصي اول ما رجعت بعمل الناس كلها بتتكلم معايا وكاني يعني ايوه كده ما تغيبيش تاني. تعالي نوصل بقى لقيد عائلي. مين اللي كلمك وقال لك ميرنا انا عايزك معايا في المسلسل؟ مخرج العمل، واحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في اعمال، هو مساعد مخرج. فكلمني وقال لي عندي عمل حلو قوي. وانا بصراحه الشركه كنت متابعاها وشايفه الاعمال الحلوه اللي هي بتعملها، فكنت حابه ان انا اخش الشركه دي. بعد عرض المسلسل ردود الافعال جات لك ايه اول يوم؟ لا هو بالظبط ثالث حلقه اخد كلام مش لطيف خالص. ليه كده مستفزه؟ ثالث حلقه كنت بقيت خامس حلقه اتشتمت. اتقال لي ايه يا عقربة يا حرباية بتطلبي الطلاق؟ اديكي كنتي هتترملي يا حداية. لا يعني انت عارفه انا بجد مش متعوده، يعني انا طول عمري عشان ابتديت مع الناس صغيره الناس عشان بتشمت فيا قوي مش عارفه ليه، يعني مش عارفه ليه بيحبوني زياده عن اللزوم. انت عارفه المشكله ان الناس نفسها الكبار بيقولوا لعيالهم ايه؟ ايه ده مش هي دي؟ ايه ده دي كانت لذيذه وجميله، ايه اللي حصل لها؟ لا انا والله بس بمثل. شفتي كنا بنحبها.